سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من لا أحد يستطيع أن يجعلك سعيدا، فالسعادة قرار داخلي وإرادة مفعلة. أن كل ما باستطاعتنا أن نجعل الناس تشاهد ما هو مهم لهم ليروه، أن نشير إلى الأشياء ونأمل أن يروا ما أشرنا إليه. وها نحن نشير إلى بعض 10 أسرار السعادة، لعلك ترى ما نراه. منظور الرؤية: الأشخاص السعداء ليسوا أناسا ينتقلون من جناح لآخر بقدر أن التعساء لا يتحولون عن خسارة أو فشل لآخر. الحقيقة هي أن كل شخصين يواجهان في حياتهما مواقف سعيدة أو مفرحة أو مواقف محزنة وأليمة، لكن بينهما فرق جوهري. فالشخص التعيس منهم يركز كل تفكيره وحاضره لتذكر لحظاته المؤلمة والتحسر عليها، بينما الشخص السعيد يختار أن يدع الحياة تمضي مركزا ومستعيدا لحظاته الحلوة ومتطلعا إلى تجارب جديدة تثري حياته. الأمر بأكمله يعتمد على منظورك الخاص للرؤية. توافق الأهداف: كما تتراص إطارات السيارة الأربع في نفس الاتجاه، فلا بد أن تتناغم أهدافك في الحياة بنفس المثل. فأن تريد أن تكون رب أسرة المثالي قد يتعارض مع كونك تريد الثراء الفاحش، فالثراء العميم سيمنعك بكل تأكيد من لعب دور الزوج المثالي، لأنك تنفق وقتك كله فعليا في العمل. كذلك فالعمل الأكاديمي لنيل الدكتوراه سيتعارض كليا مع رغبتك في السفر حول العالم أو المشاركة في فعاليات الحرب والسلام. حدد أهدافك ووازن بينهما لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة. فقط 70% من السعادة، نتيجة للعديد من الدراسات والأبحاث، فقد تبين أن 70% من عناصر السعادة تكمن فقط في التالي: الدفء الأسري وتعاطف الأصدقاء والعلاقات الطيبة مع زملاء العمل والجيران. وكلها كما ترى عناصر لا دخل لها للمادة فيها، وكلها تستطيع أن تنالها بقليل من الاهتمام والسؤال. كن واقعيا، أغلب الأشخاص التعساء على وجه الأرض هم أناس يضعون لأنفسهم أهدافا خيالية وغير واقعية بالمرة، مما يولد لهم الإحباط والغضب لعدم تحقق هذه الأحلام. فلا تضع في عقلك صورا من قبيل أغنى رجل في العالم أو العائلة النموذجية أو مدرسة كلهم ناجحون، فعدم تحقق هذا سيتركك فريسة للقلق. والأوفق والأجدى والأكثر ملائمة هو أن تقبل حقيقة الوضع الحال كما هو عليه، وتعمل جاهدا لتحسين الأمور. فلو لم تبلغ منتهاك فلك شرف المحاولة. افتح عقلك، إذا كنت على قدر يسير من الفهم والذكاء فلا بد من أنك لاحظت آلية التغيير المستمر والمتواصل التي تحكم عالمنا، الآلية التي تدعم تطورنا كعرق إنساني على هذه الأرض. فدوام الحال من المحال كما يقال. فاجعل من نفسك شخصا منفتحا على كل جديد في الفكر والعمل والحياة. لا تكن ممن يعادون الجديد لأنه جديد، ولا تمشي مع القطيع الذي يعادي كل ما يجهل. واصل التعلم والتعلم والتكيف مع العالم وواكب تطوره حتى لا تدهسك سيارة الحياة. ليكن تفكيرك بشكل إيجابي. للمرة المليون نحط على التفكير قدر المستطاع بإيجابيته حتى لا يظهر لك العفريت الذي تخشاه.
إن كنت في سبيل التقدم لعمل أو وظيفة ففرصتك الاحتمالية هي 50%، ناقص 50% أن يقبلوك أو يرفضوك، أي أن الاحتمالات متساوية. ففكر دوما على أنهم سيقبلونك. التفكير بهذا الشكل ربما لن يفيدك، لكن التفكير في النتائج والأسباب السلبية سيضرك بكل تأكيد. وهذه نصيحة شخص مجرب. جوهرك الروحي، أي المكان معتقدك الديني، فاستخدمه بيقين وخشوع وتأمل. الدين مكون أساسي من مكونات الحياة، وإهماله يترك خواء من الداخل فارغا، خاصة إذا ما كنت تستعمله بصيغة شكلية أو كلام يردده لسانك دون أن يتسرب معناه إلى باطنك. فبقدر ما تعتني بجسدك ومظهرك، أظهر بعض الاهتمام بالجانب الإيماني والروحاني منك بجوهرك الفرد. هذا سيحسن كثيرا من سعادتك داخليا وخارجيا. انضم إلى كيان أكبر. هل تذكر شعورك وأنت جالس في المدرجات وسط مشجع فريقك؟ هل تذكر هذا الشعور الجارف بالبهجة والانتصار؟ جميعنا نحب أن نكون جزءا من شيء أكبر، نادي رياضي، مؤسسة، جامعة، بل إن البعض يتباهى باسم المقهى الذي اعتاد الجلوس عليه. فحاول دوما أن تنضم لكيان أكبر في مجالات اهتماماتك، فستعترف مؤكدا بأشخاص يشبهونك في التفكير إلى حد بعيد، وستقضي بينهم أوقاتا ممتعة وسعيدة بلا شك، وسترتفع معنوياتك إلى القمة. لا تخلط بين المادة والعاطفة. في استبيان وبحث ميداني ثبت أن وجود الموارد المالية والممتلكات الخاصة في حياة الإنسان أقل في أهمية 9 مرات من مغفرة الموارد الإنسانية كالأسرة والأصدقاء. فموديل سيارتك الحالي وحجم المنزل الذي تعيش فيه ومقدار أموالك في البنك لن يجلب لك السعادة كما تتخيل. إذا ما كنت خاوي الوفاض من العلاقات الحميمية الإنسانية، طالما أخبرتنا الأفلام والمسلسلات الرديئة بأن المال لا يجلب السعادة المنشودة، اتضح أن هذا للأسف حقيقة. تمرن. يبدو أن التمارين الرياضية البدنية لا تساعد في مرونة وتقوية عضلات الجسم فقط، ولكن الروح كذلك. فالرياضة لها تأثير فعال في زيادة ثقة المرء بنفسه وبقدراته، وبالتالي حصوله على مزيد من الاستقرار النفسي والسعادة المحتملة. كما أن ممارسة الرياضة بانتظام تغير من نمط حياتك فعلا، أو هذا ما نأمل فيه بالمواظبة عليها. فهل أنت جاهز للإحماء؟ لم تنتهي أسرار السعادة بعد، فهذا نزر يسير منها ربما نكمله فيما بعد. أننا نريدكم أن تشاركون بآرائكم في هذه الأسرار، وإذا ما كنتم تنتبهوا لها من قبل أم لا، وما بشعبتكم أنتم للحصول على هذه السعادة في الحياة. أشكرك بكل تأكيد، وهذه نصيحة شخص مجرب. جوهرك الروحي، أي المكان معتقدك الديني، فاستخدمه بيقين وخشوع وتأمل. الدين مكون أساسي من مكونات الحياة، وإهماله يترك خواء من الداخل فارغا، خاصة إذا ما كنت تستعمله بصيغة شكلية أو كلام يردده لسانك دون أن يتسرب معناه إلى باطنك. فبقدر ما تعتني بجسدك ومظهرك، أظهر بعض الاهتمام بالجانب الإيماني والروحاني منك بجوهرك الفرد. هذا سيحسن كثيرا من سعادتك داخليا وخارجيا. انضم إلى كيان أكبر. هل تذكر شعورك وأنت جالس في المدرجات وسط مشجع فريقك؟ هل تذكر هذا الشعور الجارف بالبهجة والانتصار؟ جميعنا نحب أن نكون جزءا من شيء أكبر،
نادي رياضي، مؤسسة، جامعة، بل إن البعض يتباهى باسم المقهى الذي اعتاد الجلوس عليه. فحاول دوما أن تنضم لكيان أكبر في مجالات اهتماماتك، فستعترف مؤكدا بأشخاص يشبهونك في التفكير إلى حد بعيد، وستقضي بينهم أوقاتا ممتعة وسعيدة بلا شك، وسترتفع معنوياتك إلى القمة. لا تخلط بين المادة والعاطفة. في استبيان وبحث ميداني ثبت أن وجود الموارد المالية والممتلكات الخاصة في حياة الإنسان أقل في أهمية 9 مرات من موفرة الموارد الإنسانية كالأسرة والأصدقاء. فموديل سيارتك الحالي وحجم المنزل الذي تعيش فيه ومقدار أموالك في البنك لن يجلب لك السعادة كما تتخيل. إذا ما كنت خاوي الوفاض من العلاقات الحميمية الإنسانية، طالما أخبرتنا الأفلام والمسلسلات الرديئة بأن المال لا يجلب السعادة المنشودة، اتضح أن هذا للأسف حقيقة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.